البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مهم البنات، اليوم جبت لكم الروتين الليلي اللي كندير انا كل ليله قبل ما كنمشي للناس. كنعطي لراسي واحد 6 حتى 7 دقائق كندير فيها الغولاكس وكنمسح فيها من وجهي مزيان من اي حاجه كانت في طول اليوم، ومن بعد عاد كنعس. فانا اليوم غادي نتشارك معكم هذا الروتين اللي كنديرو، وغادي نديرو معكم ابسط الاشياء اللي غادي تقدر تكون موجوده عندكم البنات، يعني ما غاديش تحتاجوا بانكم غادي تمشيو تشريوها من برا. فالمهم البنات، كيف ما شفتوا انا اليوم دايره مكياج، واخا ما تنديرش بزاف، مهم دايره فون دو تان، دايره فغاجو، دايره لاكار. فباش غادي ندير هذا الروتين خاصني نمسح وجهي كامل، خاصني في الليل منين غادي نجي نعس او لا. انا المهم دابا صورت، باقي ما كاينش الليل، فغادي نصورت لكم يعني دابا عندنا شي 7 ديال العشيه ولا هادي. ولكن هذا الروتين البنات راه كيدار منين كتحيد الشمس، لانه غادي نستعملوا فيه زيوت وغادي نستعملوا فيه اشياء ما كتبغيش باننا نديروها في الشمس. المهم البنات، على بركه الله، اول حاجه كنجي غادي ناخذ اي حاجه نقدر نمسح بها وجهي، تلانجيت او لا شي حاجه كيف ما كانت. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش باش يمسحوا وجههم، يعني ما متوفرش عندهم في البيت، يقدروا ياخذوا غير زيت الزيتون ويدهنوها على وجههم كامل، ويتسنى واحد دقيقه من بعد يجيبوا كلينكس او لا فوطه تكون رطبه على الوجه ويمسحوا بها. صدقوني راه غادي تحيد لكم المكياج احسن من هذاك اللي تحيد المكياج او اي حاجه، فغادي ترطب لكم وجهكم وغادي تحيد لكم وجه وغادي يحيد لكم مكياج مزيان. المهم على بركه الله غادي نبدا، غادي ندير بحال هكا البنات، غادي نمسح كاع الفون دو تان اللي عندي انا في وجهي، نمسح وجهي هو الاول، عاد غادي ندوز العينيه. وكتشوفي كتقولي بانه انا ما دايراش مكياج بزاف غير شويه، ولكن راه لا لا يزيد كثر كما كنقولوا. نمسح الوجه ديالي هو الاول بهذا اللانجيت، وعاد من بعد غادي ندوز العين. بالنسبه للعين البنات، انا ما غاديش نمسح بهذا اللانجيت لانه هذا كنمسح به غير هكا وجهي باش نحيد به الفون دو تان، باش عيني ما غاديش يتقشعبوا له بالريستيل وداك الشيء. فكنمسح بالقطن ودي ماكيون هو اللي غادي نمسح به، فغادي دير واحد الطريقه. هذا اصلا هاد دي ماكيون زيت، وكما قلت لكم البنات راه تقدروا ديروا غير الزيت، راه غادي تحيدوا بها كلشي المكياج اللي عندكم في وجهكم. المهم غادي ندير جوج قطينات بحال هكا ونديرهم على على عيني مده ديال واحد 30 ثانيه، نخلي هذاك دي ماكيون يشرب لي داك الريسيل وداكشي اللي عندي في العينين كاملين. فوالا، من بعد بهذه الطريقة شفتوا البنات، هكا ما كتحتاجوش انكم كاع تنزلوا هذاك الريسيل على عينيكم، لانه حتى داك الريسيل من بعد ملي كيدي على العينين وداكشي راه كيدير الهالة السوداء. غيب شويه البنات، ما عمركم ما تفورسيو اكثر، هي هنا جهه العينين. الطريقه ندوز الحجبه عليه حتى هما، والبنات غادي ناخذ واحد القطين اخر غادي ندير فيه سمحي نجبد القطن غناخذ القطن عاود ثاني وغادي ندير فيه دي ماكيون، وغادي نمسح به هذوك البلايص اللي تقدر ما توصلش ما نوصلوش ليهم اليوم هنا، شفتوا ما كيبقى المكياج البنات هو هاد شوي، وعندك عاد تاني هنا وهنا.
البلايص اللي نقدروا خمس حوايج هنا كنساوهم هنا فوالا تحسين. المهم كيف ما شفتوا دابا غادي ندوز للمرحله ديال غنغسل وجهي من بعد ما حيت المكياج وعرفت بانه ما بقى عندي والو في وجهي. غادي نغسل وجهي البنات، تغسلوا غير يعني اي حاجه مولفه انت تغسلوا بها يديكم غادي تغسلوا بها. انا غادي نغسل بهذا وغادي ندير هذا ديال كارنيه تنغسل به. نغسل بها الطريقة واحد الحركة دائرية. وبالنسبة للبنات اللي ما عندهمش هذه، راه كاينين غير واحد بحال هكا في واحد السنينات، غير هكا كديرها في صبعك وكتغسلي بها. هي كانت عندي زوينة، كنت كنستعملها في الاول. من بعد ما سريت من هاد البلاصه كنعاود بهاد البلاصه الرقيقه ساليت البنات، يعني مده ديال جوج دقائق ثلاثه دقائق صافي، غير نحس بانه ما بقاش فيها المكياج. غادي نغسل وجهي ونرجع لكم. من بعد ما غسلت وجهي غادي نشف وجهي مرت بالماء. المهم بنات ما تبقاوش تمسحوا وجهكم هكا عافاكم، غير هكا بالحركه ديال الطبطبه، يعني اللي كيمسحوا هكا وجههم راه تيجرحوا وجههم وتيكمشوا وتيديروا ليه بزاف ديال المشاكل. فالوجه خصنا نتعاملوا معها البنات غير بشويه. صافي من بعد ما مسحت هكا وجهي غادي ندوزو للمرحله ديال التونر. المهم البنات ما ديوش هذا، راه غير ما دابا ينشف. ندوزو للمرحله ديال التونر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش التونر يقدروا يديروا الورد، ماء الورد. فماء الورد كيعتبر انه حتى هو من يعني التونر. حتى انا دابا غندير معكم غير زيت الورد. تقدروا ديروا يا ماء الورد يا زيت ديال الورد، كلهم بحال بحال. انا غادي ناخذ شويه ديال زيت الورد، هو عندها شويه في قطينه، وغادي ندوز على وجهي. فانا اليوم غادي الروتين يعني طبيعي، داكشي كله طار عندكم بهذه الطريقه. من بعد ما ساليت البنات من ماء الورد او زيت الورد اللي عندكم متوفر، غادي ندوز لزيت النعناع. البنات كننصحكم بانه زيت النعناع تاخذوه، لانه بزاف البنات زوينين اكثريه في الليل باش ديري بيه مساج لوجهك، وحتى اونتي باكتيريا يعني على ود لي باكتيريا وكلشي. كناخذ غير بحال هكا قطرات، ها هو زيت النعناع هو راه قاصح، كناخذ قطرات. الطريقه كندير به مساج لوجهي البنات. هاد المساج البنات زوين بزاف على قبل التجاعيد، على قبل المسامات. يعني انا تقريبا كما قلت لكم كل ليله كندير هاد المساج، كندير الجبهه ديالي هكا، وديما تخدموا المساج البنات للفوق باش ما يطرهلش لكم وجهكم، وجهه العينين هكا
يعني بحال هكا غتحسبوا حتى العشرة، بحال هكا تحسبوا حتى ثاني حتى العشرة، وندوزو لجهة الطقم. ملي كنسالي كندوز العملية ديال الطبطالة. الطريقة غريبة ولكن الطريقة كورية ديال المساج زوينة بزاف البنات، حيت اللي كيتحلو بكاع المسامات ديال الوجه. صافي تنبقى نعطي الوجه شوية هكاك باش يتحلو بيا المسامات ديال الوجه مزيان. المهم بالنسبة للمساج غتعطي واحد 3 دقائق من وقتكم البنات. فوالا من بعد صافي غادي ندوز للكريم الليلي. كنستعمل هذا اللي كنت صايبت معاكم، غادي نخليه لكم البنات في صندوق الوصف ديال المعدنوس. ودابا حيت باقي شويه الشمس فغادي ندير غير الكريم دو نوي ديالي العادي اللي كندير ديما ديال اولاي. غادي ناخذ شويه بحال هكا غادي ندهنو. بالنسبة للسيرم ديالي ما كنديرش ليهم شي حاجة يعني اكزاكت اللي خصني نديرها كل نهار ولا هذه، ماشي ضروري يعني، غير هذاك النعناع وماء الورد اللي درت لوجهي راه حتى هو كفيل كفاية ليهم. وهنا ساليت البنات كما شفتوا ما خداش الوقت بزاف. صافي هذا هو الروتين، حيدنا المكياج مسحنا درنا المساج درنا كل شيء. صافي غادي ندوز الفم ديالي، غادي ندير ليه الفازلين. اللي ما عندوش هاد الصغير يقدر يدير اي فازلين البنات. وانا دابا خفيفه البنات من المكياج وكل شيء. المهم هذا هو الروتين اللي كنستعمل انا الليل كل نهار البنات قبل ما كنمشي الناس، ما كياخذش الوقت بزاف. كما شفتوا كنمسح وجهي، من بعد تنمسح عيناتي بوحدهم الا كانوا فيهم غسيل، من بعد كنغسل وجهي. وما تنساوش هاد المناطق البنات اللي كيكون هنايا يعني اشياء مخبيه. صافي ومن بعد البنات كندير زيت الورد او لا ماء الورد كتونر، ومن بعد كندير شويه ديال زيت النعناع باش كندير به شويه ديال المساج لوجهي. وهذه هي الطريقه ديالي كل ليله البنات. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش النصائح اللي قلت لكم اليوم، ونشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، والبنات جداد ما تنساوش الاشتراك في القناه، وخليوا لي المساجات لتحت. وبالنسبه للكريم اللي هضرت عليه ديال المعدنوس غادي نخلي لكم صندوق الوصف كنت صايبته معكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله.